احنا النهارده وانا بتكلم في المقدمه عندي تفاصيل كتيره قوي الناس ما تعرفهاش. النهارده احنا مع الساده المشاهدين عاوزين سهره حلوه قوي، وان شاء الله تطلع بقى كل اللي جواك ان شاء الله للساده المشاهدين ان شاء الله. هنبدا حياتك اول ما بدات، انت بدات في نادي اسكو كده؟ نعم. بس انا كنت بسمع ان مختار لعيب كره شراب، ما فيش بعد كده. لعبت كره شراب؟ طبعا طبعا، هي دي الاساس. يعني وديت يمكن اللي عطلتني، انا لعبت كره كبيره يمكن في سن كبير، يعني تقريبا بالنسبه للي احنا بنعيشه دلوقتي، الامور دلوقتي اقل بكتير جدا من في السن يعني. لكن انا كانت الكره الشراب واخداني لدرجه ان انا ما كانش في شغل. حتى لما رحت اسكو كان ليا واحد صاحبي خدني اسكو، ولما رحت اسكو اول يوم رحته، مين اللي كان مدرب في اسكو؟ كان الله يرحمه حسني ابو زيد. هو ده اول واحد شافني وقال لك ان الراجل ده هيكسر الدنيا. هو شافني وانا تاني يوم ما رحتش، يعني هو شافني وقال لا، قال لي خلاص تستمر معانا وكده. ما رحتش لان الكوره الشراب كانت هي شغلان يعني، ولا اتغريت عليهم؟ لا، ما كنتش لسه فيه، ما كناش نعرف حاجه اسمها. قال لصاحبي اللي هو كان واخدني دوت، صاحبي ده كان اسمه صبحي، صبحي حاجه الله يمسيه بالخير يعني. قال له لو ما جاش معاك مختار ما تجيش. ف الامر بقى الولد كان بيجي لي كل يوم، لازم اروح معاه. ففي كان ليك فرقه كره شراب كانت معروفه؟ طبعا كنت وانا بلعب كره شراب في شبرا، كنت بفضل الله مشهور كده يعني، مش هقول الشغله بتاعت النادي الاهلي، لكن معروف في زمان في فرق في الاحياء كتير. ما شاء الله. مين اللي كان معاك من اللاعبين اللي هم انت كنت مستني ان هم يبقوا لعيبه عاليين جدا كانوا معاك في كره الشراب؟ لا كتير، انا يمكن انا الحمد لله كنت مميز، لكن كان في ناس كمان اميز مني، وكان في ناس افضل مني واقوى مني وحاجات كتير. ما كملوش. لكن في الاول وفي الاخر هو توفيق رب العالمين طبعا، ده اقدار ورزق طبعا بتاع ربنا.